يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا، حلقة بداية الاسبوع من الراصد، العديد من الموضوعات المهمة معنا في حلقة الليلة، لكن دائما وابدا الاهم بالنسبة لنا تواصلكم الدائم عبر حسابنا الرسمي في تويتر الراصد او عبر رقم الواتساب الظاهر الان امامكم على الشاشة. مهمومكم، اهتماماتكم، بكل تأكيد مشكلاتكم، المكان الأنسب لها طاولة الراصد. بداية الحلقة إلى أهم العناوين لموضوعات حلقة الليلة. تأكيداً لدحرهم، تخصيص خطبة جمعة عن الحادث الإرهابي في الزلفي. وتشجيعاً للمواهب المبرمجة، منشآت تتبنى تحدي مراد وتساؤلات حول آلية الدعم. أيضاً معنا الليلة في الراصد، أهالي بني سار في الباحة ينتظرون الحل، مخطط الملك فهد النموذجي في طيات النسيان. بعد انتشار إعلانها الغذاء والدواء تستدعي مسوقة تجميل بعد إعلان مخالف. ومركز الفلك الدولي، الاثنين القادم أول أيام شهر رمضان المبارك. أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اليوم توجيهاً لكافة الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة حول العملية الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مركز مباحث محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها إصابة 3 من رجال الأمن ومقتل 4 من الإرهابيين. ودعا الخطباء والأئمة والدعاة إلى فضح أعمال الإرهابيين ومخططاتهم التي تقوم على الإفساد في الأرض والخروج على ولاة الأمر، بالإضافة إلى بيان شناعة أعمالهم وسفكهم للدماء المعصومة وبيان حكم ما اقترفوه من جرائم، والتأكيد على أهمية الأمن والاستقرار والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة أيدها الله ومسؤولية كل فرد في المجتمع عن ذلك، واستنكار استهداف المواطنين والمقيمين الآمنين ورجال الأمن مما يعد إفسادا في الأرض وخروجا عن طاعة ولي الأمر. وينضم إلينا هاتفياً من الرياض وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن صالح بن سعيد. دكتور محمد، أهلاً وسهلاً بك في الراصد. أهلاً وسهلاً، حياكم الله، أشكر لكم هذه الاستضافة في برنامجكم. الله يبقيك دكتور. نبغى نتحدث عن أهمية تفاعل الخطباء خصوصاً بعد تعميم الوزارة، ونتحدث عن موضوع جداً مهم، موضوع يستهدف أمننا داخل المملكة العربية السعودية، خصوصاً أنه دوركم التوعوي، ونتحدث عن أيضاً إشكالية فكرية تستهدف العالم الإسلامي بشكل كامل. تفضل. أولا بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا مزيدا من التوفيق لرجال أمننا الذين يبذلون مهجهم لحماية هذا الوطن الغالي، وفي الحقيقة بقدر ما هذا الفعل البائس أسماعنا بقدر ما أفرحنا توفيق الله جل وعلا لأمن الدولة من القضاء عليهم، ونسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء، وأن يتم إفضاله وأفضاله على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. أما ما يتعلق أخي الكريم بالتعميم، نعم، فمن حين ما تهادى لأسماعنا خبر هذه المحاولة البائسة ممن حقيقة يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ وفقه الله الخطباء لمواصلة الجهد في كشف ضلال هؤلاء. وفي يوم الجمعة الماضية وفي جميع مناطق مملكتنا
ومن أكثر من 80,000 جامع صدحت منابرنا بالحق كما هي عادتها، في حقيقة مظهر من مظاهر التلاحم بين أبناء المملكة، مظهرين من هذه المنابر حكم الله جل وعلا، شاكرين لفضله على أن أمكن من زمرة الدو، داعين لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمزيد من التوفيق والسداد، ولرجال أمننا بالحفظ من كل سوء. نعم جيد. دكتور محمد، نبغى ناخذ فكرة عن المناشط المتعلقة بالأمن الفكري والتوعية الفكرية لمواجهة هذا الفكر المفضوح بالنسبة لكم في الوزارة. في الحقيقة أخي الكريم، ما يتعلق بالأمن الفكري الحديث فيه متشعب، لكن اسمح لي بالماحة بسيطة قبل ذكر عمل الوزارة التفصيلي لمعرفة الأمور التي بنت عليها الوزارة برامجها. تطرق الخلل للفكر من خلال المسح الذي عملت الوزارة فيما يتعلق بالقضايا الدينية يعود لأمور: الأمر الأول الفهم المغلوط للدين، الأمر الثاني أخذ العلم عن غير أهله، الأمر الثالث اختلال المنظومة القيمية. مما سبق يتبين لك أخي الكريم أننا أمام إفراط وتفريط، ولذلك كان برنامج الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يقوم على محورين: محور التعزيز ومحور المحاربة. نعم. فيما يتعلق بالتعزيز، تعزيز الوسطية والاعتدال وتعزيز القيم المجتمعية، له وسائل على سبيل المثال للحصر: خطب الجمع، المحاضرات، الكلمات التوعوية، المشاركات الإعلامية، وسائل التواصل، الندوات، المؤتمرات. كذلك محور المحاربة أو ما نسميه نحن محور الدفع والرفع، يهدف لهدم الأصول التي قامت عليها التيارات والجماعات والحركات المتطرفة والمؤدلجة، ومناقشة الشبه التي يحاولون التأثير بها. وسائله مماثلة للسابق مع نوع اختصاص ببعض الأمور. أما البرامج الفعلية فسأسرد لك بعجالة أسماء هذه البرامج: برنامج حصانة، برنامج الوسطية وتحقيق الأمن الفكري، برنامج تعزيز رسالة الأسرة في تحصين الأبناء من الانحرافات الفكرية، برنامج دور العلماء والدعاة في التعايش المجتمعي، برنامج رحمة وطن. إحصائية سريعة بارك الله فيك فيما يتعلق بالدروس، بلغ عدد ما نفذ في هذا الباب قرابة 14,139، المحاضرات 3,629، الندوات قرابة 245 ندوة. كذلك لا يغيب عن ذهني أن الوزارة لها اهتمام خاص بشقائق الرجال عبر برنامج متخصص اختير له نخبة من الداعيات من أساتذة الجامعات. وكل ما سبق تم بتوجيه معالي الوزير وإشرافه المباشر وتنفيذ وجهد الإخوة في وكالة الدعوة وفقهم الله، وهذه الفعاليات أقيمت على مستوى مناطق المملكة حفظها الله. جيد رائع. دكتور، احنا نبغى نستغل وجودك أيضا معنا ونسألك عن استعدادات الوزارة فيما يتعلق بالجهود في الدعوة والإرشاد، وإحنا نتكلم على شهر مهم جدا، شهر رمضان المبارك. حدثنا عن أبرز الاستعدادات، الجهود أيضا، البرامج في هذا الشهر، تفضل. في الحقيقة العمل متكامل من من الوزارات كلها، لكن فيما يختص بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هي على أهبة الاستعداد للشهر الفضيل، حيث عملت الوزارة على ذلك وفق توجيهات معالي الوزير وكل جهة في اختصاصها. فسأسرد لك هذه الأمور وفق الوكالات داخل الوزارة. دكتور، وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية، وأعني والمقصود بهذه الوكالة هي العمل الدعوي خارج المملكة. هذه الوكالة مختصة بالعمل الدعوي خارج المملكة. هذه الوكالة بجهود الإخوة وتوجيهات معالي الوزير أوفدت نخبة من أساتذة الجامعات يزيد عددهم على 70 إمام بالتنسيق مع وزارة التعليم ل35 دولة لإمامة صلاتي التراويح والقيام وصلاة وخطبة الجمعة وتوعية الناس بأمور دينهم، وذلك في الحقيقة سعيا من الوزارة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وإيمانا من الوزارة بدورها في تعزيز العمق الإسلامي للمملكة. كذلك أقامت وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار صائم في أكثر من 25 دولة. أما ما يتعلق بوكالة الدعوة فأعدت بالتعاون مع أفرع الوزارة برامج تتناسب مع الشهر الفضيل من حيث بيان أحكامه وحكمه. أما ما يتعلق بوكالة المساجد فبالتعاون مع مدراء فروع الوزارة على مستوى المملكة
تم الاستعداد للشهر الفضيل من جهة المسجد كمنشأة، حيث تم تجهيز المساجد بما يلزم وفق ما يرد من طلبات. أما من جهة الأئمة فتم تكليف ما يزيد عن 1100 حافظ لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام. جيد، كل الشكر لكم على هذه الجهود، نتمنى لكم بالتأكيد التوفيق. شكرا أيضا جزيلا لك على هذه المداخلة الدكتور محمد بن صالح بن سعيد، وأنت وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد. شكرا دكتور. مراد الحربي هو أحد المواهب الناشئة التي ينتظرها الوطن، طفل مهتم بالبرمجة، شارك في عدة مناسبات إلى أن تبنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، حيث أطلقت قبل فترة تحدي مراد للأشبال، أيضا للمنافسة على جائزة أفضل مبرمج شبكات بجوائز نقدية تصل ل100,000 ريال. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نتعرف بشكل أكبر عن تحدي مراد. تتحدى انك تبي توصل احسن من مايكروسوفت؟ باذن الله انك توصل احسن من مايكروسوفت. وايه انا بك اذا سويت بوت خلاك يطير انا اجيب لك جائزه. تتحدى؟ خلاص ابشر من عيوني، خذ رقمي، واذا ما فادوك الحاضنة اللي برسلها لك قلت تراهم ما فادوني، اذا ما عجبوك قل ما عجبوني، ما في شيء عيب. ما انت ما دام انك ما قلت كلام مو كويس. وعشان نتعرف على تحدي مراد ينضم إلينا هنا في الاستوديو طبعا مدير عام التخطيط وريادة الأعمال في منشآت الأستاذ محمد العريف. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك. أهلا مسيك بالرضا، حياك الله. أيضا مراد اللي طبعا انطلق منه هذا التحدي أو حمل اسمه ينضم إلينا من الدمام الموهوب مراد الحربي، حياك الله يا مراد. مرحبا فيك عبد الإله. الله يحييك وانا اخوك. ابدا معك استاذ محمد، ايش هو تحدي مراد؟ طبعا تحدي مراد هو يعني ما شاء الله الاخ مراد اكتشفت موهبته احد الزميلات عندنا في منشآت طرفه، وحصلنا انه عنده ما شاء الله يعني رغبه في يعني انه يصنع فارق في المملكه. فلما تسأله أول شيء كيف تعلم البرمجة وكيف تعلم التطوير اللي هو تعلمه، تحصل كثير منه يروح البرامج وبتمكين من الأهل وتعلم بنفسه عن طريق اليوتيوب. جيد، احنا بنجي لقصته، لكن ايه؟ انتم بالنسبة لكم يعني كان مصدر ألهام هذه القصة بالنسبة للطفل ايه؟ يعني فهو خلال مشاركته في فعالية بيبان الشرقية لاحظ كثير من الحضور سواء مسؤولين أو مشاركين انه في لانه هنا في فرصه انه نلهم ابناء الوطن في انهم يتبعون نفس المسار حق مراد، فتكونت فكره التحدي. طيب برجع لك فيما يتعلق بالتعريف بشكل اكبر بالنسبه لكم منشآت، لكن نستمع الى مراد موهبته قصته حتى يحمل اسمه هذا التحدي اللي مرصود له جوائز كبيره من قبل هيئه المنشآت الصغيره والمتوسطه. مراد يا موهوب من جديد ارحب بك يا حبيبي، ابغى اتعرف عليك على موهبتك، الشيء الملهم اللي اليوم احنا نتحدث عن جائزة باسمك، تفضل. اول شيء انا اسمي مراد عبد الله صالح الحربي، وانا مبرمج واشتغل على 3 لغات، لغة البلوكس والبايثون والجافا ما شاء الله، والحين انا قاعد اشتغل على روبوت عنكبوت، هو درون وعنكبوت في نفس الوقت، ويحمل صفات عنكبوت وصفات الدرون. ما شاء الله، كم عمرك يا مراد؟ 12 سنة. هذه من وين تعلمتها كل هالتقنيات ولغات التقنية؟ أول شيء بدايتي كانت في دورة اسمها السعودية تبرمج، طلعت منها ما فهمت تقنيات البرمجة وزي كذا، ودخلت دورة اسمها أكاديمية الروبوت وفهمت كيف روبوت ليجو أبرمجة في لغة البلوك. بعدين دخلت دورة اسمها برايت أب، لقيت الشريحة اللي كنت أشتغل عليها وطورت من نفسي واشتغلت على نفسي، والحين أنا عندي سنة في البلوكس وأنا مدرب معتمد للبرمجة. ما شاء الله يا أخي أنت رائع، قولي ليش يا مراد؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش حبيبي،
أنت تقول دخلت دورة وما فهمت منها، هذا الأمر ما خلاك تستصعب الموضوع تحاول تستسلم؟ لا، رح تبحث أنه والله تبغى تتعلم، أنه حتعلم بأي طريقة كانت، أبدا ما رح أستسلم. هذا اللي كان في داخلك بعد الدورة اللي ما فهمت منها؟ إيه، كنت أبغى أكتشف التقنيات هذه، كنت أبغى أفهمها، وعجبني هذا المجال واشتغلت على نفسي لما صرت الحين زي ما الحين أنا موجود. يا جمالك. طيب يا حبيبنا المبرمج، المدرب المعتمد أيضا في البرمجة، إيش سالفتك مع منشآت؟ كيف التقيتوا؟ كيف التقينا؟ أنا كنت عندي أغراض وأخذتها واحدة من الموظفات. إيه. بعدين هي قالت للأستاذ عصام الذكير نشوف هذا الولد موهوب وعنده برمجة وزي كذا، وقلت له أني أنا قاعد أشتغل على روبوت سبايدر وإني أقدر أبرمج زي كذا، وهو أعجب فيني وقرر أنه يدعم موهبتي. هو اللي قدم لك العرض بالأول؟ ما تحديتهم أنتو؟ أنت تحديتهم عفوا؟ لا، أنا هو تحداني أني أطير الروبوت، وأنا تحديت أنه أسوي نفس الشيء. ما شاء الله. في منشآت، هل البرامج موجودة فعلا لدعم المواهب ولا لا؟ حالة مراد كانت حالة استثنائية تستحق أن تبتكر لها برامج. لا، في منشآت الله يطول عمرك في برامج لتحفيز ريادة الأعمال. ايه؟ من الأطفال إلى المتقاعدين. نعم. ففي أربع برامج قائمة للأطفال، منها التاجر الصغير والمبتكر الصغير، أو وفي برامج مختلفة. وهذا سبب مشاركة برايت أب اللي كان معاهم مراد وفي برامج أخرى خلال بيبان، وفي برامج إن شاء الله قادمة لتنمية هذه القدرات. إيش اللي لفت نظركم مراد؟ والله مراد ملهم. يعني لو نسأله الآن يعني وين تبغى تصير، أو يعني واحد من الأشياء قال أنا أبغى أصير أعظم من بيل جيتس. الله عليك. حيصير إن شاء الله. وقال أنا أبغى أكون أدرب أبناء وطني أنهم يكونوا كلهم مبرمجين عالميين. فالولد ما شاء الله عليه عنده نظرة، يعني يمكنها سابقتنا وسابقة كثير. لكن بالنسبة جيلة. لكم أنتم في منشآت اليوم نتحدث عن يعني طفل عمره 13 سنة درب نفسه بشكل رائع حتى وصل إلى مرحلة احترافية مع منتجة. صحيح. اللي يقدمه للهيئة. فكرة الشراكة، فكرة التحدي بالنسبة لكم اللي أنتم بادرتهم فيها مع مراد كيف كانت، وليش أيضا تطمحون فيها في هذه المسابقة؟ السبب يا طول العمر نبغى مع يعني بوجود مراد ان يعني نطل يعني نكون 100 مشارك او مبرمج في انحاء المملكه. فلهذا اطلقنا التحدي، فعلى اساس انه ان شاء الله بيكون يشارك فيه 100 شخص كلهم يتعلمون انواع من البرمجه والدرونز و3D printing او الطباعه ثلاثيه الابعاد والاشياء اللي يمكنها هي الأدوات ريادة الأعمال في الجيل القادم. جي. مراد حصل للدعم على مشروعه الآن، أو عفوا على ابتكاره؟ مراد مستمرين إن شاء الله بندعم لين يصير هو اللي يدعمنا إن شاء الله على. طيب خير. المسابقة كيف الناس اللي حتقدم فيها؟ الفئات المستهدفة العمرية، إيش المنتجات، إيش اللي تطالبون فيها، أو الابتكارات، أو استخدام التقني؟ بيكون إن شاء الله فيها حتطلق في خلال أيام عن طريق موقع. أيه. بيكون فيه تفاصيل يعني أنواع التقنيات، بيكون لها فئات عمرية محددة اللي هي تناسب هذه التقنيات. إيه؟ بيكون في وضع تحديات، الموهوبين إن شاء الله يعني يرفعون مقاطع فيديو يتكلمون عن وش هم ممكن يشاركون فيه. ثم بيكون فيه مرحلة تصفية، بعدها بيكون في معسكر تدريبي في ثلاث مدن رئيسية مدة أسبوعين. إن شاء الله يعني يطورون الأفكار حقتهم لين تبدأ تصير منتجات، وبعدها يكملون يعني يكون في فترة أنهم يشتغلون على المنتجات حقتهم مشيئة الله. فيما يتعلق طبعا بالبرمجة؟ ما يتعلق بالبرمجة هو بالروبوتكس والدرونز. اشرحها لنا، يعني اشرحها لنا للي الناس اللي ما هي ضليعة في البرمجة ولا تعرف درونز كيف استخداماتها وبرمجتها، كيف حتكون؟ هي كلها فيها بعضها فيها كودينج، بعضها فيها برامج متخصصة في كيف أنه مثلا يستخدم على سبيل المثال الدرونز أو الطائرات هذه اللي بدون طيار في مشاريع مبتكرة ممكن أنها يكون لها استخدام يومي أو استخدام عملي. فيمكن في بدايتها يعني على المراحل الأولية الهدف هو أنه الأطفال
يكون عندهم يعني يبدون من تحدي واقعي لين يصير عندهم منتج يشوفونه هم اللي يعني اشتغلوا عليه بيدهم. جيد. فنبغاهم يدخلون في المرحلة هذه من بدايتها لين أنها تصير يشوفون النجاح قدامهم. نعم. على أساس أنه إن شاء الله تشقلهم الطريق في المستقبل. طيب مراد، قول لنا على التحدي اللي بينك وبين منشآت، وأيضا حتى الشراكة اللي بينكم. خلنا نتعرف على علاقتك مع منشآت. علاقتي جيدة الحمد لله معاهم، والتحدي قاعد نشتغل عليه، قاعد نشوف إيش الأشياء، اللغات اللي نستخدمها بلوكس ولا بايثون، نوع اللغة، والحمد لله احنا قاعد ننجز الحين. جيد. أنا بتحدث معك أيضا على التحدي اللي أنت تحديت منشآت فيه فيما يتعلق بمهاراتك في البرمجة، اشرح لنا كيف تبرمج؟ في طبعا لغات مختلفة، مثلا لغة البلوكس مثل التركيبات فيها رموز لازم تدرس اللغة. ايه. بعدين لغة الجافا هي زي تسلسل، ولغة الجافا هي كتابة، كلها كتابة، ما في أي شيء كذا تركيب جاهز، زي لوحة فاضية كذا تجيك وانت تبرمج عليها. والبايثون نفس الشيء لكن في فرق فواصل ونقاط وزي كذا. ممتاز. من خلال طبعا معرفة هذه الرموز الخاصة بهذه اللغات وبالتالي استخدامها تقنيا لبرمجة المنتج المراد. طيب خليني بسألك يا مراد يا حبيبي، اليوم قاعد نتكلم واحدة من أحلامك البسيطة قاعدة تتحقق، وهو حلم بالنسبة لنا ترى أمر كبير، يعني لما نتحدث عن جائزة وطنية تحمل اسم مراد وأيضا تقدم لكافة الأطفال داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمجال جديد، وإحنا نتكلم على التقنية. قبل شوي يتحدث الأستاذ محمد عنك وعن إلهامك وعن الطموحات الكبيرة بالنسبة لك، خلينا نتكلم ونسمع منك أنت، إيش طموحاتك؟ إيش تبغى تصير في المستقبل؟ إيش تبغى تقدم أيضا لوطنك يا حبيبي؟ تفضل. أنا أبغى أصير مدرب ومبرمج عالمي للبرمجيات والشرايح، وأنا أطمح أني أدرب السعودية وارفع راية وطننا فوق فوق. رائع. وطبعا على المستوى طبعا الشخصي تبغى تصير احسن من بيل جيتس. اي ابغى اصير احسن من بيل جيتس، عشان هو انا احبه، وهو ما شاء الله عليه يسوي برمجة، هو متعلق في البرمجة، فانا احب الاشياء اللي زي كذا. أنت طبعاً أكيد المستقبل تقني، كله متعلق بالبرمجة يا مراد، هذا مستقبلك بإذن الله. إيه نعم. إيش تطمح؟ تأسس شركات كبيرة في التقنية، طبعاً تنافس شركات بيل جيتس، أنك تكون دائماً الأول، وبكل تأكيد هذا ترى بينعكس على المملكة العربية السعودية أولاً، لأنه نتحدث عن مشاريع نوعية وهي التوجه العالمي. إيه طموحي أني أسوي شركة للروبوتات، أنها تصنع الروبوتات للسعودية، وأنها تساعد الناس مثلاً في أمور ما صعبة علينا، مثلاً البترول، تسوي آلة مثلاً خاصة للبترول تسهل العملية، ومثلاً تكون في أجهزة في السوبر ماركت تحاسب لك أشياء تساعدنا في الأعمال اللي نسويها في كل يوم، وإن مثلاً نسوي شركة لتدريب الناس، فإنهم مو بس يعتمدون عن المبرمجين، كمان يعتمدون على نفسهم ويأخذون خبرات من المبرمجين اللي قبلهم. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا مراد. أستاذ محمد، اليوم قاعدين نتكلم على حالة نفخر بها، يعني لما نشوفها النشأ داخل المملكة العربية السعودية، وحنا كنا نراهل أنه الجيل القادم جيل تقني وجيل مبتكر ويذهب باقتصاد المعرفة. أنتم في هذا الاقتصاد تحديدا في منشآت، يعني خلينا نتكلم على الواقع، أشباه مراد في كثير من هالمبدعين موجودين، وكيف أيضا تتوقعون أنه هالتحدي يخرج أكثر من مراد؟ طبعا يعني المجال هذا هو مثل ما قلت هو البزنس حق المستقبل، فالطريقه اللي يعني نبدا فيها العمل اليوم، وهذا في خلال يعني سنوات يعني ما تتوقع انها راح تستمر بنفس الطريقه. التطبيقات قبل 15 سنة وأقل ما كانت بزنس أصلا، اليوم هي من أكبر الشركات العالمية. معظم أو العديد من برامج منشآت
تعمل على استخراج المواهب اللي مثل هذه، وأساس كذا نبدأها يمكن من مرحلة سنية مبكرة، لأنه يعني أسهل، وفي برامج متخصصة لأعمار أكبر، لكن نكثف البرامج اللي هي في تنمية القدرات يعني التقنية الحديثة والتقنيات الحديثة في المراحل السنية المبكرة، لأنه آمل إن شاء الله هذا بيكون ينشر ثقافة ريادة الأعمال أول شيء في منازلهم مع أسرهم وأخوانهم، ويعطيهم يعني فرصة أنهم يجربون بيدهم أنهم يشتغلون على أساس إن شاء الله في المستقبل يكون الشركات القادمة الريادية ومميز ومبتكر إن شاء الله. اليوم بكل تأكيد يعني في تبني فعلي لمراد من خلال إيجاد هذا التحدي، أيضا هناك برامج تقدمونها في منشآت من خلال طبعا توفير حاضنات لمثل هذه المواهب، أيضا في تمويل مالي، في خلينا نقول ارتباط وثيق حتى للمستقبل لهذه الأجيال. إيه ما في شك، احنا في العديد من البرامج تبدأ من قبل الفكرة من شخص يكون ما عنده أي فكرة أو يعني إنه يدخل في البزنس أو في مجال ريادة الأعمال، إلى أن يعني برامج تطور الفكرة هذه وتخليها يعني مصممة للسوق، إلى أن يكون عنده منتج، بعدين من المنتج هذا إلى يدخل السوق، إلى مصادر التمويل والاستثمار، إلى إن شاء الله يكون فيها الشركات اللي هي نمو الشركات، برامج مثل برنامج طموح وغيره. جيد، أخيرا نروح لك مراد، إيش بتقدم للموهوبين، إيش حتقدم أيضا لمنشآت في هذه الشراكة؟ راح أقدم لهم أني أفتح مثلا عندهم دورات للبرمجة للي يحب البرمجة زيي أو غيره في أي لغة يبي، وإن شاء الله إن شاء الله أن نقدم هذا المشروع وننهي على خير، وما كان وصلت اللي وصلته الحين دون ربي ودعاء أهلي وأمي. الله يحفظك يا مراد، يعني بجمالك بذكائك يا حبيبي. في شيء أخير تبغى تضيفه ولا خلاص؟ وأشكر عصام الذكير ووجه له تحية، والإعلام المميز منصور الرقيبة هو اللي أظهرني على سناب، وعصام الذكير ما قصر معي وأظهرني عند الناس، وهو اللي اكتشف موهبتي. وإحنا نشكرك يا مراد، نتمنى لك التوفيق، وأكيد أنه نتنبأ لك بمستقبل مبهر. الله يحفظك يا حبيبي، شكرا جزيلا لك مراد الحربي، وأنت الموهوب في البرمجة. أيضا أشكرك لوجودك لحديثك مدير عام التخطيط وريادة الأعمال في منشآت الأستاذ محمد العريفي. شكرا أستاذ محمد. حياك الله. شكرا لك. الله يطول. الله يحييك. مخطط الملك فهد النموذجي ببني سار بمنطقة الباحة ليس نموذجيا على أرض الواقع كما اسمه، فالخدمات رغم حدثتها غائبة والطرق غير معبدة، إلا أن النسيان كان نصيب هذا المخطط مما أضر بمصلحة السكان وعدم استفادتهم من الخدمات. لمعرفة المزيد عن هذا المخطط خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نتحدث بشكل أوسع. مخطط الملك فهد بشمال منطقة الباحة مضى عليه أكثر من 5 سنوات ينقصه العديد من الخدمات الحيوية، الحلم الذي يراود الكثير من الأهالي لبناء منزل العمر والاستقرار الآمن. الأحلام بدت تتلاشى والمستقبل المشرق تحول إلى نفق مظلم. نطالب في الكهرباء من يوم بنينا إلى ذا الحين ما أحد أعطانا وجه، فنرجو من الله ثم بالدولة الرشيدة تنظر تلك الأمان، وزي ما تشوفوا ذا الحين البيوت حوالي 45 عمارة، منها منه جاهز وراعيه مستاجر 30,000 ويدفع أقساط الدولة. أنا باني عمارة هنا سكن لي شخصياً وعائلتي ومستاجر في الباحة، والآن خلصنا لا كهرباء ولا طريق معبد ولا موية ولا شيء، والمخطط يفتقر للخدمات هذه.
دخول الكهرباء ما زال هاجسا لأهالي الحي بسبب ارتفاع تكاليف المولدات الكهربائية وصيانتها، فالكهرباء وصلت للأحياء المجاورة ولا زالت أعمدة الإنارة في هذا الحي على جنبات الطريق. حي بلا خدمات ومعاناة السكان استمرت لقرابة 5 سنوات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات رغم إصدار تراخيص البناء. للإخبارية خالد ربيع، الباحة. شكرا للزميل خالد ربيع على هذا التقرير. للحديث بشكل أوسع عن أبرز المشكلات التي تواجه هذا المخطط ينضم إلينا من الباحة الأستاذ علي الزهراني، وهو من أحد الأهالي. أستاذ علي مساء الخير، الله يحييك معنا في الراصد. حياك الله مساء النور. أعطينا لمحة عن المخطط، قصته، متى بدأ إقبال الأهالي سكن فيه، أيضا الخدمات التي تنقص المخطط. مخطط الملك فهد هو مخطط برقم 821، له أكثر من 15 سنة. هذا المخطط يحمل اسم غالي علينا، هو اسم الملك فهد رحمه الله. ولكن يفتقر إلى خدمات كثيرة، يفتقر إلى الكهرباء، إلى الأسفلت، إلى المياه، يعني نسيان مخططات أبعد منه وصلتها الخدمات. مخطط شبرقة 1، شبرقة 2، مخطط المفارجة، مخططات كثيرة يمكن ما يسعني ذكرها الآن، لكن بصراحة مخططنا في طي النسيان كما ذكر التقرير. ليش طيب؟ نحن نطالب. ليش أقول لك ليش في طي النسيان؟ في طي النسيان هذا السؤال يوجه للمسؤول. احنا بصراحة مستغربين، يعني تواصلتوا مع الأمانة طيب وجهتوا إيصال الخدمات لنا؟ وجهتوا السؤال للأمانة؟ الأمانة تقدمنا لها بأكثر من شكوى، بأكثر من مطالبة مني، من أشخاص آخرين، نطالب بسفلة الطريق. أنا شخصيا حتى أصل لبيتي عبدت طريق البيت، حتى يصل البيت في طلوع وصعب جدا، حتى يعني كنت عاني كثير في إيصال بعض المواد البناء إلى البيت. فتقدمنا للأمانة لكن ما في تجاوب للأسف. ما في تجاوب، أنه ما في رد، ما في استقبال، ولا ما في تجاوب، أنه ما في إجابات أو تتحول إلى وعود؟ تتحول إلى وعود طويلة الأمد، تذهب أدراج الرياح للأسف. يحيلك أحيانا المسؤول إلى مهندس أجنبي يعطيك وعد، مثلا يقول أسبوع واحد أو أسبوعين يجيك الأسفلت، إيه؟ والآن لي سنة ولا جاني شيء. فيه الأهم الكهرباء، يعني الحي ما في كهرباء، كيف قاعدين تعيشون في ذا الحي بالمولدات وبالماطور؟ مولدات كهربائية اللي هي الماطور اشترينا نحن، ولا تفي بالغرض، يعني بعض مثل مكائن اللحام ما لا تشتغل على هذه المواطير، وبعض الأشخاص ساكنين في المخطط معهم مولدات كهربائية يصرفون عليها يعني كثير من الوقود، يعني شيء متعب صراحة، شيء معاناة يعني هذا المفروض تواصل مع شركة الكهرباء من قبل الأمان أنه يتم التوصيل الكهرباء. يعني إيش أزمة الكهرباء أيضا معكم، إيش الإشكالية فيها؟ إذا تحدثنا أنه السفلة مع مقاولين وأنهم يحولونكم على المقاولين، وفجأة المقاول يعطيكم وعد ولا يوفي بالوعد، الكهرباء طيب؟ نعم الكهرباء أيضا هناك تنسيق بينه وبين الأمانة، لكن للأسف يعطونا وعود يقول مرحلة ثانية مرحلة ثالثة من 15 سنة. واحد شخص واحد يعني حصل على من سنين، احنا بدأ البناء في المخطط من أكثر من 10 سنوات. تخيل بعض الأشخاص يعني منتهي بيت الآن ما يستطيع السكن فيه. كنت تريد أن تكمل جملة عن شخص واحد حصل على إيش؟ حصل على كهرباء باستثناء خاص، يعني جوا المخطط داخل المخطط، لكن الأشخاص الآخرين لم يستطيعوا. كيف حصل على الكهرباء؟ يعني موجودة التمديدات هو في المخطط؟ وصل في بداية المخطط، هناك صناعية في بداية المخطط، وهذا عيب من عيوب المخططات الحديثة، صناعية في مدخل المخطط. هناك حديقة مجهزة وهي حديقة الشمال، نعم، وفيها كهرباء وفيها اتصالات، احنا محرومين من الاتصالات، محرومين من الكهرباء، محرومين من الأسفلت، ولا يبعد إلا نصف كيلو عن هذه الأشياء. طيب علم بأن نعم. مستودع الكهرباء في مدخل المخطط. المياه في صرف صحي في المخطط ولا ما فيه؟ بالفعل بدأ الصرف الصحي، شركة نفذت المشروع مثلها مثل أي منطقة في أي قرية أو أي مدينة هنا في الباحة، حفروا ركبوا مواسير ومشوا،
من 3 سنوات أو 4 سنوات. يعني فعلت الخدمة إذا لم تصل، لم تفعل لأن ما في أساسا الأسفلت ما في، فبس وصل واحدة أسفلت وصل فيها صرف صحي فقط لا غير، الطرق الباقي ترابية كلها. والله مشكلة، يعني إذا كانت كل هذه الخدمات بحجم هذا السوء أو حجم سواء في التنفيذ أو حتى عدم إيجاد الخدمات، وإذا ما كنتوا تحصلون على ردود من قبل الأمانة. طيب أخيرا أترك لك طبعا المساحة فيما يتعلق بالمطالبات، تفضل. أول شيء أنا أشكرك يا أخ عبد الله وأشكر قناة الإخبارية على تحت هذه الفرصة وتسليط الضوء على هذه المعاناة والمشكلة اللي نحن نعاني منها. واجبنا علي. نوجه مناشدة لأمير المنطقة الأمير حسام، وهو شخص متفاعل مع المواطنين، وإن شاء الله يصل الصوت وأيضا يوجه بإيصال الخدمات لنا. نحن نفتقر للاتصالات يا أخي، حتى ما في شبكة، لا لا لا، جميع شركات الاتصالات نبغى أسفلت، نبغى ما كيف نبغى ما في كارب. شبكة نبغى نسكن في بيوتنا، ما في شبكة ولا ضعيفة ما الشبكة؟ ما في شبكة الشبكة ضعيفة جدا، لدرجة أن إذا ذهبت أنا إلى عمارتي فانقطعت عن الاتصال على العالم آخر حتى أخرج من المخطط. وتتواصلون مع الشركات نفسها حقت الاتصالات تقولون ليش الخدمة ضعيفة؟ لأنه هذا جانب ترى يتعلق بأكثر من جهة، من ضمن الجهات مقدم الخدمة المفترض أنه متواجد في هذا النطاق دام حصلت على طبعا الشريحة. يعني إيش مشكلة الاتصالات؟ راجعتم جهات مسؤولة فيها ولا لا؟ احنا بدأنا بالأولويات، يعني إيه؟ نبغى أسفلت حتى نستطيع نصل للبيت، ثم نريد الكهرباء حتى نستطيع نسكن. الاتصالات نعتبرها احنا يعني إذا جت ما جت لا لا، حقكم أستاذ علي في المملكة العربية بس أبدا. أعطيني كافة الأمور اللي يعاني منها طبعا سكان المخطط، لأنه اليوم أنت لما تعرضها هنا على هذه المنصة الإعلامية اللي من واجبها طبعا نقل المعاناة، الحال يأتي دائما من المسؤول، وكافة المسؤولين ترى داخل المملكة العربية السعودية يلقون من الدعم الكبير من القيادة لإيصال بالتأكيد كافة الخدمات للمواطنين، فبالتالي كل المطالب مشروعة أن تقولها، وبالتالي على المسؤول أنه يتفاعل مع هذه المطالبات لتحقيق رغبة القيادة بأن تقدم كل الخدمات بشكل أمثل للمواطن. تفضل، يعني لا تحط أولويات، كل الحقوق أولويات، تفضل. والله صحيح كلامك يا أخ عبد الله، أنا أرى في بعض المخططات في بعض المدن كالدمام مثلا أو جدة كهرباء وما قبل أن يبني الشخص منزله. نحن نطالب الآن بعد ما بنينا وجلسنا سنين نريد إيصال الأسفلت والماء والكهرباء. هذه طلب مطالب يعني بسيطة جدا وبدائية، احنا يعني نريد أن نواكب رؤية 2030، لكن للأسف الأمانة الكهرباء الاتصالات في الباحة لا تريد ذلك. أنا برجع لك شوي على مسألة السفلتة الحين، الأمانة كيف توديكم للمقاول؟ إيش علاقتكم أنتم بالمقاول؟ احنا المقاول هذا ما لنا علاقه فيه، اللي نفذ الاسفلت احنا علاقتنا مع الامانه، الامانه تقول المقاول انسحب من المشروع انه في تعثر مشاريع يكمل المشروع، في تعثر مشاريع وللاسف يعمل الان في مخططات اخرى وفي مشاريع اخرى. ما يعطونكم تحديثات حول ما سيحصل بعد التعثر، لانه في انظمه سحب المشروع مقاول اخر، يعني ما تكونون باطلاع حول الخدمات اللي ستقدم لكم اللي انتم من سنوات وانتم تطالبون فيها؟ يا أخي الكريم، عندما يحيلك المسؤول إلى مهندس أجنبي هنا بصراحة نفتقد المصداقية. المهندس أجنبي بنفس جنسية المهندس الموجود في الشركة، وأنا قابلت المهندسين من الشركة اللي نفذت المشروع وانسحبت، وقابلت المهندس اللي في الأمانة، وللأسف وعود كاذبة وشيء مخيب للآمال ومحبط في نفس الوقت. يعني ترى منزلك أمامك لا تستطيع السكن، أفنينا أعمارنا ونحن نبني في هذه البيوت ولا نستطيع نسكن فيها. طيب الخدمات البلدية كيف مستواها عندكم في الحي؟ مدى مستوى نظافة الحي، أيضا الخدمات المقدمة لطبعا سكان المخطط من خلال التخطيط؟ لم أرى أي سيارة البلدية أو أي مرور أو أي إشارة للبلدية في المخطط نهائيا، لا حاويات، لا اهتمام، لا نظافة، حيوانات سائبة أعزكم الله، يعني مراعي للأغنام ولا الأبل تجوب المخطط، وكأننا صراحة في غير بلدنا، لكن نسأل الله أن يتغير الحال. الحي مخطط ولا ما هو مخطط؟ موجود لمخطط موضوع لطرق، موضوع لمداخل مخارج أو لا؟
مدخل، نعم موضوع لمدخل في بداية المدخل. تخيل مخطط سكني في بداية المدخل، حديقة جميلة جدا يليها صناعية. أنا ما أعتقد أن هذه تواكب صناعية سيارات ولا إيش؟ ألغي اسم مخطط الملك فهد على ألسنة الناس وأصبح مخطط الصناعية، يعني صناعية للحام على نجارة على حدادة على ألمنيوم ورش. طيب في بداية المدخل مدخل مخطط واصلتهم الكهرباء، احنا لا تخيل يعني. احنا ننتظر طبعا، يحق لي الأمانة أن تتداخل في وقت للرد بكل تأكيد حول الخدمات، وإن شاء الله نحاول نتواصل في المرات المقبلة إذا لم تحل مثل هذه الإشكاليات أو طبعا المطالبات لأهالي الحي. شكرا جزيلا لك لوجودك لحديثك الأستاذ علي الزهراني، وأنت أحد أهالي هذا المخطط، مخطط الملك فهد النموذجي بالباحة. شكرا أستاذ علي. العفو. كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن ملاحقة امرأة تسوق لإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات بسبب إعلان مخل احتوى ألفاظا وإيحاءات خادشة للحياة، مما أثار الرأي العام حيال ذلك. وقالت الغذاء والدواء على حسابها في تويتر أنها ستتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشركة المسوقة لمنتج تجميلي بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل، وأظهر الفيديو إيحاءات غير أخلاقية فضلا عن ألفاظ خادشة للحياة في الوقت الذي دشن فيه نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي وسما عبروا من خلاله عن استيائهم من تصريحاتها التي اتصفت بالجراءة والعيب الاجتماعي. طبعا احنا ما راح نتحدث عن هذا المقطع اللي تم تداوله بشكل كبير وكان رفض اجتماعي، لانه خلاص يعني ما هو شيء بكل تاكيد يجب انه التحذير منه في وقت الناس عندهم وعي، والناس هم اساسا من رد على مثل هذه المشاهد الغير مقبوله والخادشه للحياه بكل تاكيد، واللي نستغرب ظهورها يعني في مجتمعنا. يعني الوصف بالعيب الاجتماعي انسب وصف لمثل هذه الظاهره، لكن اللي سوءنا ان تتكرر من أكثر من فرد ولا يمثل إلا نفسه هذا الفرد بكل تأكيد. اليوم طالبنا بالعديد من الأنظمة والضوابط التي تضبط المحتوى فيما يتعلق بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه الحديث أنه أحيانا يقول لك البعض الإعلانات القيمة المادية للأسف تعمي البعضهم قلة في أن يتجاوز عدد من المحظورات، سواء المحظورات الأخلاقية أو حتى المتعلقة بالإيهام أو الغش أو غيرها. إحنا في طاولة الراصد تحدثنا عن أكثر من حالة، وإحنا كل ما جاءت حالة نطرح للتذكير بأهمية وجود طبعا هذه الضوابط لأن تضبط هذه السوق وأن لا تكون هناك أي ممارسات شاذة فيما يتعلق بإعلانات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتذكير أنه عدم الحديث عن هذه الحالة، لأن مثل هذه الحالات بكل تأكيد لا تستحق الحديث عنها أو الظهور الإعلامي، إنما يرفض فقط التصرف اللي نتمنى أنه ما يتكرر مستقبلا أبدا في أي حال من الأحوال. الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن أحد المشاهير أيضا اللي يمكن سخر وآذى ذوات فئة الصم والبكم من للترويج لإحدى الإعلانات، لأنهم هم أصبح عندهم منافسة أنه كل واحد يبحث عن فكرة جديدة، فكرة تضرب، والله يقول لك أنه الإعلان يصير مشاهد ويصير فيه تفاعل كثير، لأنه التفاعل مع الإعلان بالنسبة له يعني شركات أخرى ستقبل عليه، فالهدف الأول يكون مادي. هذا الهدف قد كما ذكرنا أنه يعميهم عن بعض الأخلاقيات أو بعض الأمور الغير مرغوبة والغير مقبولة، والبعض يأتي بكل تأكيد من جهالة أو عدم وعي، لأنه في النهاية المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف أنه في كثير منهم غير مؤثر.
مؤهل فيما يتعلق بإيصال الرسالة أو إيصال المحتوى، إنما تميز لجانب ما. عشان كذا نقول دائما وأبدا أنه يجب أنه الشخص متى ما صار عنده جماهيرية أو عنده متابعين بشكل كبير أنه يبدأ ويشعر بالمسؤولية الذاتية. إذا يشعر أنه عنده جوانب نقص ثقافية يطور من نفسه، لأنه أنت اليوم لما تتكلم مع 100,000، وإحنا ما نتكلم فقط عن رقم مثل هذا، في بعض عندهم ملايين، أنت أمام مسؤولية كبيرة وأنت تقوم بإيجاد تأثير. ولا نتحدث عن الأثر، الأثر باقي، لكن التأثير قد يمضي مع الأيام وقد ينسى. فبالتالي هذا التأثير يجب أن توصله بالشكل المتناسب مع المجتمع من خلال إتقان عدد من القيم اللي أنت ابنها. يعني نتحدث عن قيم دينية، نتحدث عن ثوابت سواء تستهدف أمن الوطن أو غيرها لا يمكن القبول المساس بها، نتحدث أيضا عن القيم الأخلاقية للمجتمع بكل تأكيد لا يقبل التجاوز فيها. هذا يمكن نتحدث عنه 4-5 محظورات، ابتعد عنها فقط وقدم محتواك بما يناسب الجمهور. احنا نأمل بإذن الله أن تكون هناك أنظمة رادعة لمثل هذه التصرفات، لأنه كثير من الناس تحدث وتساءل عن فعليا أنه هيئة الغذاء والدواء فقط تتحدث عن ضبط هذه المسوق، إنما المفترض من أكثر من جهة أخرى، لأنه كثير من اللي اصطدم بطبعا رفض الناس لهذا المحتوى كان جوانب أخلاقية طبعا غير مقبولة فيما يتعلق بهذا المحتوى. نتمنى أنه تأتي هذه التنظيمات وأنه يضبط هذا السوق، خصوصا سوق الإعلام بالنسبة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. أعلن مركز الفلك الدولي أنه من المتوقع أن الاثنين القادم سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في جل الدول الإسلامية. وصرح شوكة عودة وهو مدير المركز أنه بالتلسكوب فقط يمكن رؤية الهلال من مناطق عدة من دول آسيا وكذلك المنطقة العربية من خلال تحري هلال رمضان يوم 15 مايو القادم. وطبعا بكل تأكيد أنه أجمل خبر يأتيك هو تحديد طبعا إقبال هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل أنه يبلغنا رمضان إحنا وياكم. نختم معكم طبعا هذه الحلقة من الراصد، والموعد يتجدد غدا في حلقة جديدة. الله يحفظكم، في أمان الله. رمضان